ككل صباح بتوقيت القدس ولليوم 47 نرحب بكم بتغطيتنا في يوم جديد من العدوان على قطاع غزة. استثنائي يومنا هذا، نحو 24 ساعة والتنسيق والتواصل مع أحد فرقنا في جنوب لبنان مقطوعان حتى اللحظة، وهناك استحالة الآن أن تطل علينا من جنوب لبنان مراسلتنا فرح عمر بعدسة ربيع معماري. في صباحنا اليوم غابت صورة فرح من الميدان، كما انقطعت الصورة من ربيع من جنوب لبنان. غيابهما غير معتاد، ولكنه موثق اليوم بارتقاء لمنزلة الشهادة. دقائق ويعود الشهيدان إلى حيث أحبا أن يكونا موجودين دائما. قليل من الوقت ونجتمع بهما في كنف الميادين لزيارة أخيرة ووداع الأحبة. فالرحمة لهما والعزاء لنا ولأهاليهما وجميع المحبين والمعزين. للميادين إذن حصة في كوكبة الشهداء على طريق القدس. فرح الباسمة دوما وربيع المقدام دائما ارتقيا على درب فلسطين وقضيتها ليلتحقا بقافلة شهداء إعلاميين من هزموا أمام آلة القتل الإسرائيلية مواصلين نقل جرائمها. كنسمة رقيقة مرت فرح عمر عبر شاشة الميادين ووثقتها عدسة المصور ربيع المعماري وعينه. على طريق القدس ارتقى شهداء الميادين ليلتحقا بقافلة طويلة من الشهداء الإعلاميين منذ بدء العدوان على غزة. أرادا تأدية واجبهما المهني بإيصال الصورة والإنساني لكشف الحقيقة الإجرامية والوحشية للاحتلال وبدمائهما سقيا أرض الجنوب اللبناني الذي اعتاد زف الشهداء. منذ بدء العدوان على غزة لم يترك الاحتلال هدفا مدنيا إلا استهدفه. لم يفرق بين أطفال ونساء، بين شيوخ ورجال، أرد المسعفين والأطباء، مؤكدا حقيقته أنه عدو للإنسانية والأديان كلها، وكذلك أصاب الإعلام الناقل لصورته البشعة. فرح وربيع رفعا عدد الشهداء الإعلاميين في لبنان إلى 3 بعد مصور وكالة رويترز عصام عبد الله الشهر الماضي، وأضحى الرقم الإجمالي 65 صحافيا أو عاملا في القطاع منذ بدء العدوان، جلهم من قطاع غزة المحاصر. يخشى قادة تل أبيب صوت الحق، لذا يستهدفون الصحافة الحرة والملتزمة والناطقة باسم الفلسطينيين ومظلوميتهم. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى راسل الأمم المتحدة من أجل الحصول على توضيحات من الاحتلال بشأن سلوك قواته في التعامل مع الصحافيين ولا سيما الفلسطينيون منهم، حيث استشهد نحو 60 صحافيا في قطاع غزة فضلا عن آخرين مفقودين منذ اليوم الأول للحرب، إضافة إلى إصابة كثيرين من الجسم الإعلامي بشظايا القنابل والصواريخ، كذلك إلى قصف مقار المؤسسات الإعلامية وتدميرها على نحو كلي أو جزئي. واستهدفت آلة الاحتلال الحربية منازل بعض الإعلاميين بالقصف المباشر، ما أدى لاستشهاد بعض أفراد عائلاتهم أو كلهم. وكشفت تقارير أخرى عن اعتقال 26 إعلاميا أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية إلى عشرات الانتهاكات ضدهم، وكل هذه الأرقام معرضة للارتفاع، إذ إن استهداف الصحافة والإعلام يعد سياسة ممنهجة تمارسها إسرائيل لتعمية بصيرة الرأي العام عن جرائمها. أحمد محي الدين، الميادين. وقبل أن ننتقل إلى المراسم الأولى لتشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري من الميادين، من قناة الميادين من بيتهما، ننتقل إلى جنوب لبنان إلى زميلنا حسين السيد. يعني أنت تتواجد في جنوب لبنان وتستمر في التغطية بعد أقل من 24 ساعة على هذه الجريمة التي استهدفت الشهداء الثلاثة حسين عقيل والزميلين في قناة الميادين فرح عمر وربيع معماري. لو تضعنا أكثر في آخر التطورات في هذه الجبهة في جنوب لبنان مع الحدود أو على الحدود مع فلسطين المحتلة. نعم يارا، يعني أولا صباح شهدائنا، صباح فرح عمر الشهيد، فرح عمر صباح الشهيد
ربيع معماري وصباح الشهيد رفيقهما حسين. نحن هنا لإكمال مسيرتهم التي أحبوها وأحبوا التواجد هنا في الجنوب لنقل الصورة من هنا. نحن هنا لإكمال هذه المسيرة. كلنا فرح، كلنا حسين وكلنا ربيع. سوف نبقى هنا لنقل هذه الصورة كما أحبوا دائما أن يتواجدوا في هذا المكان وأن ينقلوا صورة بطولات المقاومة من هنا. لذلك نذكر بأبرز عمليات المقاومة التي نفذتها أمس. كان هناك تصعيد كبير بحدة هذه العمليات، وتحديدا كان هناك عمليات ردا على جرائم الاحتلال وردا على استهداف زملائنا فرح وربيع وحسين. كان هناك عملية أولا نفذت كرد أولي باستهداف منزل يتحصن به جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة. بعدها قامت المقاومة برد موسع واستهدفت يعني قاعدة بيت هلال العسكرية التابعة للاحتلال بصواريخ جراد، ثم نفذت ردا باستهداف موقع أو أيضا منزل يتجمع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم. هذا ردا على استشهاد زملائنا. أما ردا على استهداف أو منازل المدنيين في الجنوب، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على هذه المنازل وهذه القرى الجنوبية الصامدة هنا، نفذت المقاومة استهدافا لمنزل يتحصن فيه جنود الاحتلال في مستعمرة المطلي. كان هناك أيضا عمليات كثيرة للمقاومة باتجاه هذه المواقع الإسرائيلية، ولعل أيضا كان هناك استهداف لشركة رافائيل للصناعات العسكرية في مستوطنة شلومي، وذلك ردا على استهداف قبل أيام اعتداء طال مصنع للألمنيوم في منطقة طول في النبطية. إذن هذه هي استهدافات المقاومة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية. وكان أيضا هناك عدد من العمليات تمثلت باستهداف دبابة إسرائيلية في مستوطنة نطوعة. أيضا كان هناك استهداف لتجمع لجنود الاحتلال قرب موقع الملكية، وأيضا استهداف لموقع جل الدير وجل العلام والراهب وحدب البستان. وأخيرا أعلنت المقاومة استهداف قوة لوجستية قبل منتصف الليل البارحة. قوة لوجستية كانت تحاول إعادة تحصين موقع بياض بليدة، وكان هناك إصابات مباشرة. إذن هذه هي الصورة للجبهة المشتعلة هنا في الجنوب، هذه الجبهة التي ستبقى داعمة لغزة، داعمة للمقاومة في غزة، داعمة لأهالي غزة بقوة من هنا في الجنوب. سوف تبقى هذه الصورة مفتوحة على هذه الجبهة كما أحب زميلانا العزيزان. اليوم سنستمر في نقل الصورة، نؤجل الدموع إلى حين نعود إلى مركز القناة. سوف نستمر بإكمال هذه المسيرة كما أحبا وكما أرادا من الجنوب الذي أحبا التواجد فيه دائما. إذن هذه هي أبرز التطورات حتى الساعة. معكم دائما كلنا فرح وكلنا ربيع وكلنا حسين. شكرا لك حسين، وتبقى معنا بطبيعة الحال وأنت من جنوب لبنان. مشاهدين، فرح عمر الدائمة الفرح، المثابرة المندفعة، المؤمنة بفلسطين القضية حتى الرمق الأخير في هذا التقرير. مفترض أن تطرأ سواء هنا في القطاع الغربي أو حتى في القطاعات الأخرى مايا. بعض الصحفيين يميزهم شغفهم، كذا كانت فرح، ابنة 25 ربيعا، صاحبة الابتسامة الجميلة والقلب المقدام، تزف اليوم عروسا، عروسا شهيدة على مذبح الوطن وفلسطين والكلمة الحرة قبل أن تكون شهيدتنا نحن الميادين. صباح النور، الله يعافيك يا رب. بسنتين فقط حججت فرح عمر مكانا يليق بها في الميادين، أنجزت أصعب المهمات محررة ومن ثم مراسلة. اختارت أن تخوض ميدان الحروب كمراسلة حربية، أصرت على أن تكون عند الحدود مع فلسطين المحتلة في مواجهة محتل جبان غادر. ولدت فرح في 16 من حزيران يونيو عام 98، ابنة بلدة مشغرة في البقاع الغربي. تخرجت في تموز يوليو عام 2019 في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية في بيروت.
أكملت رسالة الماجستير واليوم تنال شهادة الحياة. أحبت فرح المقاومة والمقاومين، أصرت على تغطيتها للحقيقة عند الجبهة الشمالية مع فلسطين المحتلة. لم تخفي يوماً موقفها الداعم لفلسطين وأهلها وقضيتها، ولطالما قاومت بكل الوسائل رفضاً للاحتلال وإجرامه، بل كرست وقتها وقوتها نصرة للحق والحقيقة. بكلمة يا رب، هذه المرة كنت يا فرح البطلة. الحياة لن تدوم، عانقوا من تحبون. هذه الكلمات دونتها فرح في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عانقتنا جيداً قبل رحيلها. رحلت لأنها رفضت تزييف الحقيقة. عزيزتنا فرح، سنفتقدك جميعنا في الميادين. بيان خنافر، الميادين. وينضم إلينا من رام الله عمر نزال، نقيب الصحفيين الفلسطينيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. يعني إسرائيل قتلت خلال هذا العدوان على غزة المستمر لليوم 47 على التوالي، قتلت أكثر من 60 صحفي في فلسطين وثلاثة صحفيين في لبنان، ويعني هو أكبر من عدد الصحفيين الذين كانوا ضحية الأزمات والحروب حول العالم خلال هذا العام. كيف تعلق على هذه الجرائم الإسرائيلية وآخرها استهداف الزميلين بشكل مقصود، فرح عمر وربيع معماري؟ أولا المجد والرحمة لشهيدي الميادين ولأسرة الميادين وأسرتيهما ولكل الشعب اللبناني والشعب العربي. نعم، نحن خبرنا هذا الفقدان على مدار هذه الأيام العصيبة. فقدنا حتى الآن حوالي 60 شهيد صحفي، ونحن نعتبر بأن شهداء الميادين وشهداء الصحفيين الذين يسطون على الساحة اللبنانية هم أيضا شهداء فلسطين على طريق القدس، كما هو شعار الميادين. كما ذكرت، الاحتلال يقتل اليوم، نحن نتحدث عن 62 شهيد صحفي، هم ضعف العدد الذي قتل حول العالم منذ بداية هذا العام. نحن لدينا إحصاء وتوثيق لكل من يقتل من الصحفيين حول العالم. حتى يوم أمس كان هناك 31 ضحية من الصحفيين من قبل كل الأنظمة في العالم، ولكن الاحتلال وحده يعني قتل 62 شهيد صحفي خلال هذه الفترة. وهذا يعني الرقم هو رقم مروع ورقم غير مسبوق على صعيد الصحفيين الفلسطينيين. نحن أيضا خسرنا 45 شهيد صحفي منذ العام 2000 وحتى 7 أكتوبر، واليوم نخسر أكثر من ذلك بخلال 45 يوم فقط. بمعنى ما قتلته إسرائيل خلال 45 يوم هو أكثر مما قتلته خلال 23 عاما سبقت. هذا كله يدلل على يعني وحشية هذه الحرب، على يعني التوق لدم أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني ودماء الصحفيين تحديدا. ما تبعناه يعني يوم أمس من عملية اغتيال للزميلة فرح وللزميل ربيع، وأنا أقول اغتيال لأن يعني الوصف الذي يعني عرض على شاشة الميادين لكيفية الاستهداف هو ليس مجرد حدث عاديا ولا حدثا بالصدفة، وعملية اغتيال مدبرة ومبرمجة ومقصود فيها إسكات هذا الصوت. وبصراحة نحن كنا تحدثنا عن ذلك عندما استهدفت الميادين أولا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الزميلة هناء محميد، ومن ثم من خلال هذا القرار الاحتلالي بمحاولة يعني وقف بث قناة الميادين. قلت بأن المستهدف هو القناة وليس مجرد أشخاص، لأن هذه القناة بالفعل اليوم تقوم بدور يعني مختلف عن كل ما نشاهده بالفضائيات العربية الأخرى، مع تقديرنا للجميع بالطبع، ولكن زاوية. ما الذي يختلف في الميادين ويدفع الاحتلال الإسرائيلي يعني ملاحقتها، إغلاقها في الأراضي المحتلة، استهداف الصحفيين العاملين فيها؟ ما الذي يختلف في الميادين في روايتها ويزعج إسرائيل
لهذا الحد. إسرائيل هذه التي تملك كل الأموال والتي تصرف كل الأموال على يعني نشر روايتها، ما الذي يزعجها في الميادين؟ نعم، ما يزعجها بالميادين باعتقادي زاوية التغطية التي تتبعها الميادين ووضوح رسالتها ووضوح يعني حجم التغطية التي تقوم بها الميادين لمختلف محاور القتال. اسمح لي أستاذ عمر نزال، أطلب منك أن تبقى معنا ونذهب مباشرة إلى باحث الميادين ويعني بدأ مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري وإلى الزميل ملحم ريا. مرحبا ملحم. يارا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الأعزاء، إنه يوم كئيب، إنه يوم حزين. ما أصعب فقدان الأحبة والأعزاء، حتى لو كبرنا على الجراح، حتى لو كانت الغصة في قلوبنا ولم نظهرها إلى العدو، هذا العدو الكاسر، هذا العدو البربري الوحشي النازي، ولكن الفقدان صعب جدا. ولكن ما يواسينا مشاهدينا بأن أعزائنا فرح عمر وربيع المعماري وحسين عقيل شهداء، شهداء هذه القضية وما أطهرها من قضية، هذه القضية التي نتمنى جميعنا هنا في الميادين، وأعتقد بأن جميع الأحرار في العالم يتمنون أيضا أن يكونوا شهداء فداء لهذه القضية. نحن بالأمس أضأنا الشموع هنا في باحة الميادين لزميلينا فرح عمر وربيع المعماري، وأيضا لحسين عقيل الذي أصبح جزءا من أسرة الميادين كما قال الأستاذ غسان بن جدو رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين الإعلامية بالأمس. ووضعنا الورود أيضا لهؤلاء الشهداء، ولكن في الحقيقة هؤلاء الشهداء في قلوبنا، سيبقوا دائما في قلوبنا. هذه الباحة مشاهدين الكرام التي ترونها الآن في هذه الخلفية، حيث يتجمع العديد من الشخصيات والإعلاميين وأيضا الزملاء الكرام في شبكة الميادين الإعلامية، أتوا هنا لإلقاء نظرة الوداع، حيث ستتم الصلاة على جثمين أو جثماني شهيدينا فرح وربيع بعد قليل. حقيقة هذه كثير من يعني الخطوات التي خططها فرح وخطاها ربيع، كل رائحة في هذه الباحة في موقع الميادين، مركز الميادين، في غرفة الأخبار، هي رائحة فرح ورائحة ربيع، وستبقى كذلك، هي رائحة وعطر القدس، رائحة وعطر الأقصى. ونحن جميعنا هنا نؤكد على أننا سنبقى على هذا العهد وعلى هذا الدرب ماضون، سنبقى ثابتون بإذن الله تعالى. هذا الميكروفون لن يسقط من أيدينا أبدا، هذه الكاميرا لن تسقط من أيدينا أبدا، وستبقى تنقل الصورة، وسيبقى هذا الصوت يصدح حتى يصل إلى عنان السماء، يصدح بالحقيقة، يصدح بنقل الصورة، هذه الصورة التي تشير إلى بربرية ونازية ووحشية هذا العدو الإرهابي. نحن جميعنا هنا نشاهد ما يحصل في قطاع غزة، نشاهد أن هذا العدو الضعيف يستقوي بعتاده وأسلحته الوحشية الأمريكية، يستقوي على الأطفال الخدج في داخل المستشفيات، يستقوي على المرضى، يستقوي على الجرحى، يستقوي على النساء وعلى الأطفال. ولكن هذه علامة الضعف وهذه علامة الهزيمة بإذن الله تعالى، الهزيمة التي ستكون مدوية لهذا العدو، ونحن ننتظرها وأنتم ستنتظرونها أيضا، لأن النصر سيكون قريب. أرحب بجوزيف القصيفي نائب محرري الصحافة اللبنانية، أهلا ومرحبا بك. أهلا. سيد جوزيف القصيفي،
يعني حقيقة كما ذكرت قبل قليل هناك بربرية ووحشية لهذا العدو الذي يستهدف كل شيء، لا يترك لا حجرا ولا بشرا، كل شيء أمامه يستهدفه مستقويا بهذا العتاد الأمريكي وبهذه التكنولوجيا التي وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تقول في ظل هذه الاستهدافات خاصة للصحفيين؟ أولا بادئ ذي بدء أود أن أتوجه بالتعزية إلى قناة الميادين بسقوط الشهيدين العزيزين الزميلين فرح وربيع، وأقول أن دمهما هو جسر العبور إلى النصر. إن إسرائيل تقاتل العدسة وتقاتل القلم بالقنابل التي تقذفها من الطائرات لتطمس الحقائق ولتمنع نقل الوقائع والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الأبرياء في غزة وفي الضفة وفي جنوب لبنان، وهي لا تعلم أن الأبرياء هي شبح الضحية وأن إسرائيل هي الضمير المجرم. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل قد اتخذت قرارا مركزيا باستهداف الصحفيين والإعلاميين أينما كانوا الذين يتولون نقل وقائع الحرب ببطولة ورجولة من أجل طمس هذه الجرائم التي ترتكبها. وبالتالي فإن الصحفيين والإعلاميين باتوا هدفا لها مثلما أن الأبرياء هم هدف لهذه الآلة العسكرية المجرمة. وبالتالي علينا جميعا ألا نخاف وألا نخشى هذا البطش، وأن نقف في وجه آلة الموت الإسرائيلية، وأن يستمر الزملاء في أداء مهماتهم بشجاعة في الميدان وفي سائر الميادين من أجل أن يعروا إسرائيل وأن يكشفوا وجهها القبيح الذي يقوم على حق القوة لا قوة الحق. وأود أن أقول في هذه المناسبة أن كل الأطروحات التي تتشدق وتقول أن الزملاء الصحفيين لا يتخذون الإجراءات الكفيلة بالحماية دين اتخذت كل هذه الإجراءات، وأن الزملاء كانوا يتحركون ويعرفون كيف يتحركون، لكن آلة الموت الإسرائيلية هي التي تعقبتهم وهي التي تريد إنزال العقاب بهم. وليس مصادفة أن تتزامن هذه الجريمة مع الإجراء الذي اتخذه الكابينت الإسرائيلي منذ أيام بحجب قناة الميادين في فلسطين المحتلة. لذلك أقول أن علينا كنقابات وكاتحادات صحافية عربية ودولية أن نتحد وأن نقوم بعمل مشترك، وهو ما نحن في صدده، من أجل تحضير دعوة شاملة ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ونسعى ونفكر أيضا في إمكان تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها. رحم الله الشهيدين، رحم الله الشهداء الصحفيين والإعلاميين، وأسكنهم فسيح جناتهم وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وشكرا. شكرا جزيلا لك أستاذ جوزيف. مشاهدينا، نقف هنا في باحة الميادين، كل هذه الحشود التي ترونها في عين الكاميرا تقف هنا مرفوعة الرأس. في الحقيقة مرفوعي الرأس نحن هنا في الميادين وكل الصحافة الحرة، لأن شهدائنا سقطوا فداء لهذه القضية
سقطوا على طريق القدس، ارتقوا على طريق القدس. هذا الطريق الذي نحلم جميعنا بأن نرتقي في سبيله وأن نكون شهداء في سبيل الحق. طبعا مشاهدينا، يعني في الحقيقة رغم هذه الغصة وهذا الحزن وهذه الكآبة التي تختلج في نفوسنا جميعا، لكننا نعد بأننا سنبقى مستمرون على هذا الدرب وعلى هذا النهج، والكاميرا كما ذكرنا لن تسقط من أيدينا، الميكروفون سيبقى أيضا يصلح بهذه الأصوات وبهذه النبرة العالية حتى زوال هذا الكيان الغاصب المحتل لأراضينا المقدسة. بعد قليل سيتم أو تتم الصلاة على جثماني شهيدينا فرع عمر وربيع المعماري. ربيع سيوارى الثرى في مقبرة الشهيدين في بيروت، وأيضا فرح ستوارى الثرى في بلدتها مشغرة في البقاع الغربي في لبنان عند الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم. أرحب بالأستاذ وسيم بزي، أهلا ومرحبا بك. في حضرة الشهادة، خاصة شهادة الإعلاميين الذين قدموا دماءهم فداء لهذه القضية وكي يبقى هذا الصوت عاليا يصدح في السماء ليصل إلى كل الأرجاء، ماذا يمكن أن يقال؟ أولا هنيئا للميادين أنها انضمت إلى عوائل الشهداء، هذا شرف كبير أتاحه العدو لهذه القناة المقاومة التي كانت بالأساس ومن اللحظة الأولى لمعركة حصن الأقصى على مرمى المهداف الإسرائيلي. هذا دليل أي وقع استطاعت الميادين أن تحدثه في قلب هذه المواجهة، إلى أي درجة شكلت الميادين سيفاً ساهم بتمزيق صورة العدو والسردية التي أراد فرضها. فرح وربيع وأيضا رفاقهما الذين استشهدوا كانوا أيقونة وشعار على رأس الميادين، واضح تماما أن المعركة هي على الصورة. كاميرا الميادين التي كانت، صحيح أن النيران اندلعت فيها، لكن الكاميرا هي أن تقول أننا نسقط شهداء، لكن الكاميرا والصوت والصورة لا يسقطون. شكرا جزيلا لك أستاذ وسيم. طبعا يعني نحن كما ذكر أستاذ وسيم سنبقى مرفوعي الرأس والكاميرا لن تسقط، الكاميرا مطلقا لن تسقط، حتى لو ارتقت فرح وارتقى ربيع الذي عودنا أن يحمل هذه الكاميرا وأيضا يخوض المخاطر، خاض هذه المخاطر في العراق، خاض هذه المخاطر في سوريا، أيضا كشف حقيقة الإرهاب التكفيري بعدسة كاميرته وكشفها للعالم أجمع، وكذلك كشف حقيقة الإرهاب الإسرائيلي وكشفها للعالم أجمع، لذلك أرادت إسرائيل استهدافه فارتقى شهيدا هو وفرح عمر. أهلا بالأستاذ واصف عواضة، أهلا ومرحبا بك. أستاذ واصف، يعني في الحقيقة ربما كل مفردات اللغة تعجز عن وصف هذه الوحشية والبربرية الإسرائيلية، وكما ذكرت رغم الحزن الشديد الذي يعتلي في نفوسنا وفي وجداننا بسبب فقدان الأحبة، إلا أننا فخورون في الحقيقة في الميادين، جميعنا هنا فخورون بالشهيدين فرع عمر وربيع المعماري، ونعد المشاهدين بأننا جميعا سنبقى على هذا الدرب بإذن الله تعالى. ماذا يمكن أن تقول في هذه اللحظة ونحن بعد قليل يعني نصلي على جثماني شهيدينا؟ الحقيقة يعني كنت أود أن أكرر ما ذكرته أستاذي العزيز بأنني حزين، ولكنني فخور
في الوقت نفسه أنني واحد من الجسم الصحافي الذي يستهدف في هذه المرحلة وفي هذا العدوان الإسرائيلي وبشكل مباشر. ما حصل بالأمس مع فرح وربيع وحسين عقيل كان استهدافا مباشرا مقصودا وموصوفا، هي عملية اغتيال واضحة، لأن العدو الإسرائيلي كما يبدو مربك من حجم الإدانة الشعبية بفعل الصورة التي وصلت إلى العالم كله في هذا المجال. في الحقيقة البارحة نحن في نقابة محرري الصحافة اللبنانية كنا ننظم دورة تدريبية حول السلامة والوقاية للصحفيين في الحروب عندما جاءنا النبأ. ولكن ماذا يفعل الصحافي عندما يكون مستهدف بصورة مباشرة؟ لذلك أقول نحن حزانة ومن نفس الوقت نحن فخورون أننا أصبحنا جزءا من هذه المقاومة للعدو الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا جثمانا شهيدينا وصلا على ما يبدو في هذه اللحظات، ونحن نسمع صوت الإسعاف الآن وهي قادمة إلى باحة الميادين حيث ستتم الصلاة على جثماني شهيدينا فرع عمر وربيع المعماري اللذين ارتقيا جراء استهداف إسرائيلي مباشر بطائرة مسيرة وهما يقومان بعملهما المهني والصحفي لتغطية الأحداث في جنوب لبنان، هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة والتي انتقل جزء منها إلى جنوب لبنان. لكن بالأمس بعد الاستشهاد في الحقيقة أبلغتنا المقاومة وأبلغت الجميع في بيان لها بأنها استهدفت تجمعا للمخابرات الإسرائيلية في يعني شمال فلسطين المحتلة، وهذا الاستهداف جاء كرد أولي على اغتيال، ويمكنني أن أقول بكل ملء الفم بأنها عملية اغتيال، لأن الاستهداف كان استهدافا مباشرا استهدافا متعمدا مقصودا. الزملاء في الحقيقة أدوا رسالة ومداخلة على الهواء مباشرة عند الساعة 10 من صباح يوم أمس، وبعد ذلك بقليل وهم جالسون على الكراسي تم استهدافهم بطائرة مسيرة، وهذه الطائرات كما تعلمون تستطيع تمييز حتى النملة على الأرض، وهذا الأمر معروف، تمتلك تكنولوجيات عالية. رغم ذلك تم استهداف الزملاء، كانوا تحت الرصد عند تأديتهم لواجبهم المهني في تمام الساعة 10 عند هذه المداخلة المباشرة، وتم استهدافهم مباشرة بعد ذلك بطائرة مسيرة. لذلك نقول نحن أنه اغتيال وليست عملية استهداف يعني عابرة هكذا، إنه اغتيال مقصود من العدو الإسرائيلي لإسكات صوت الميادين، وليس فقط صوت الميادين مشاهدينا، بالرغم من أن هناك استهداف واضح للميادين خاصة بعد القرار الذي صدر من كابينة الحرب الإسرائيلي بحجب قناة الميادين في فلسطين المحتلة، ولكنه أيضا استهداف لكل الصحافة الحرة التي تريد نقل الواقع والحقيقة في جنوب لبنان لما يجري على هذه الساحة وعلى هذه الجبهة. إسرائيل لا تريد أن يكون أي أحد في تلك المنطقة، تريد حجب الصورة تماما، تريد أن تمرر روايتها. وبالمناسبة الغضب الإسرائيلي، وهذا اعتقاد شخصي، الغضب الإسرائيلي مشاهدينا هو بسبب فشل هذه الرواية. نحن الآن طبعا يعني نتابع في الصورة الآن وصول جثمان الشهيدة فرح عمر الآن، وسطبعا يعني يتم وضع الجثمان الطاهر على المنصة بعد قليل، وكذلك سيأتي بعد ذلك جثمان ربيع المعماري الطاهر لوضعه على المنصة، ومن ثم تكون الصلاة على جثماني شهيدينا العزيزين الحبيبين اللذين الحقيقة سيبقيا في وجداننا في ذاكرتنا إلى الأبد. ربما استطاع الاحتلال الوحشي المجرم أن يحذف جسديا فرح
وأن يحذف جسديا ربيع، ولكنه مطلقا لن يستطيع أن يحذفهما معنويا، سيبقيا في ذاكرتنا، وستبقى هذه الكاميرا وهذا الميكروفون، الميكروفون الذي حملته فرح والكاميرا التي حملها ربيع، تنقل الحقيقة، تنقل الواقع، والتغطية ستبقى مستمرة ومتواصلة. الآن أيضا جثمان ربيع المعماري الطاهر مشاهدينا الكرام كما نتابع في طريقهما في باحة الميادين إلى المنصة، حيث سيتم وضع التوابيت على هذه المنصة لتأدية الصلاة. تصمت كل الكلمات في حضرة الشهادة، وأي شهادة هذه؟ هي الشهادة في سبيل الحق، الشهادة في سبيل أعظم قضية على وجه الأرض، قضية فلسطين، شهادة صحفيين أبرياء كانوا يؤدون مهمتهم الإعلامية واغتالتهم أيادي الاحتلال وأسلحته الغادرة. إذن مشاهدينا، نحن بانتظار بدء مراسم الصلاة على جثماني شهيدينا فرح عمر وربيع المعماري. إنها لحظات قاسية، لحظات قاسية، كل مفردات اللغة تغيب في هذه اللحظات، لا يمكن التعبير عن مدى الحزن وعن مدى الفخر والاعتزاز أيضا بهؤلاء الشهداء. لا ما بتفرق، بانتظار بدء مراسم الصلاة حيث سيصلي على جثماني شهيدينا سماحة الشيخ ماهر حمود رئيس اتحاد علماء المقاومة. يلا ضيع اخواننا، اخوان الصلاة، خليه يفتح صوت. خلاص يا سيد، الصلاة الصلاة الصلاة، صلاة هلا الأولوية للصلاة، إذا بتريدوا هدوء. شيخنا كم بدك؟ لا لا أنا بفضل أحكي لك كلمة قبل، أحكي كلمة بس بتنفتح هيك ولا ما خليها هيك، خليها هيك. يلا الصلاة الصلاة، لا طولوا بالكم، طولوا بالكم، طولوا بالكم. الصلاة يلا مشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في صوت بعد، ما في صوت، بلا بلا في صوت، على الهواء، على الهواء صار طالع الصوت، هو بركز بس. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أيها الحفل الكريم، كلمات قليلة قبل أن نبدأ بالصلاة. الصلاة دعاء، الصلاة دعاء، ورجاء إلى الله أن يتقبل وأن يرفع الدرجات وأن يغفر الذنوب، والله تعالى أعلم إن قبلت شهادة الإنسان، وإن شاء الله هما من المقبولين، فإن صلاتنا شيء من نافلة القول،
فإن روح الشهيد ترتفع إلى السماء من الأرض إلى السماء مباشرة، فيما روح الإنسان الذي يموت حتف أنفه ترتفع إلى السماء ثم تنزل إلى القبر، ثم يسأل، ثم يصبح القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم. هذا لن يكون للشهيد، الشهيد مباشرة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصف شهداء أحد أن أرواحهم ارتفعت إلى السماء وأصبحت في حلوق في أفواه طيور خضر من طيور الجنة، يأكلون من طعامها ويشربون من مائها، ويطلع رب العزة عليهم فيقول: يا عبادي هل لكم من حاجة؟ فيقولون: نحن في أفضل حال، ولكن أخبر أهلنا من بعدنا، إخواننا من بعدنا، أننا مطمئنون مرتاحون. فقال تعالى: أنا أخبرهم عنكم. فأنزلت الآيات الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. أقف هنا. ويستبشرون بالذين هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما رأيناه من أهاليها، من أهل هذين الشهيدين الكريمين، وما رأيناه من أهالي شهداء غزة والضفة جميعا. هذا ما رأيناه من أهل الزهرات الثلاثة اللواتي قتلنا مع جدتهن في عيناتا. هذا ما رأيناه من الجميع الجميع. الله يبشر أهل الشهداء، يبشر أحبابهم، يقول لهم، يقولون لهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. شيء من حزن، من ألم الفراق، ولكن رضا بقضاء الله، ورضا بعطاء الله، ورضا بهذه الدرجة العظيمة التي من الله تعالى بها علينا بهؤلاء. انظروا إلى قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء. ينتقي الله، ينتقي، ليس كل أحد منا يستحق أن يصل إلى هذه المرحلة. الله ينتقي، يختار شهداء ليرفعهم إليه، وهما إن شاء الله مع الشهداء جميعا على طريق القدس من جنوبي لبنان إلى جنوبي فلسطين وما بينهما، وإلى أي مكان يسقط أو يرتفع فيه شهيد في وجه الصهيونية أو الإمبريالية الأمريكية، فإنهم جميعا بإذن الله تعالى مقبولون، مرفوعة درجاتهم، مغفورة ذنوبهم، مقربة قلوبهم، مطمئنة قلوب أحبابهم بإذن الله تعالى. وكلمة قصيرة لهؤلاء المخدوعين في فلسطين المحتلة، هؤلاء المخدوعين الذين يقولون لهم: تعالوا إلى أرض اللبن والعسل والبخور. نقول لهم: اقرأوا ماذا قال مؤسس هذا الكيان، اقرأوا ماذا قال ديفيد بن غوريون، وكتبه موشي شريت بشهادة نحوم جولدمان، يقول بالحرف: الله الذي وعدنا بهذه الأرض وعد أهلها الأصليين بها أيضا. هذا التناقض اليهودي الذي كتب في هذا الكتاب بهذا العنوان الذي سحب من الأسواق، إن كان هنالك من مثقف أو صحفي جريء كجدعون ليفي عليهم أن يستخرجوا هذا الكتاب ليروا أنهم في تناقض كبير. يقولون هو أرض الميعاد، وهم يعلمون أنها أرض ذبحهم وأرض نهايتهم، فليعلموا هذا. أما نحن فنقول كما قيل لشهداء أحد: لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وإن قيل: حولتم القضية إلى قضية دينية، نسأل ماذا قال وزير الخارجية الأمريكي الأحمق
عندما قال أتيتكم كيهودي وليس كوزير خارجية دولة كبرى، أنتم حولتم الموضوع إلى عنصرية وإلى تمييز عنصري وإلى كل الآفات التي زعم العالم المتحضر أنه تخلص منها بعد الحرب العالمية الثانية. هذا باختصار، ولنا كلام كثير. المهم إن شاء الله أن نصلي الآن دعاء مقبولا لله تعالى أن يتقبل شهيدينا وسائر الشهداء جميعا في غزة وجنوب لبنان وفي كل مكان، وإن الله تعالى وعدنا خيرا ونحن نظن بالله كل خير. استقيموا إلى صلاتكم. ما في إشكال. أول خليه يجي أبوه أو الأب العزيز شارك. خليه وقفوا حدكم. يلا أربع ركعات، أربع تكبيرات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لهما، ارحمهما، تقبلهما، ارفع درجتيهما، تجاوز عن سيئاتهما، اغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا. اللهم تقبل منهما الشهادة، تقبل منهما الجهاد، تقبل منهما الصدق، تقبل منهما نصرة فلسطين، تقبل منهما نصرة الحق في وجه الباطل. تقبلهما عندك يا رب العالمين، تقبلهما عندك يا رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
بس طلعوا لي بالكم زملاء الشهداء بالميادين بدهم تفضل معروف يلا افتحوا لهم خمس دقائق وداعا ربيع وداعا فرح كل العزاء والمواساة لعائلتيكما ولأسرة الميادين وللصحافة الحرة حول العالم كل العزاء للزميلة منال إنها لحظات صعبة ما أصعب الفراق مشاهدينا الكرام ونحن نتابع في هذه اللحظات الصعبة لحظات الوداع تذرف الدموع صحيح وهذه الدموع لأننا بشر ولكن إذا كان العدو الإسرائيلي يعتقد بأنه بهذه البربرية وهذه الوحشية والهمجية يستطيع أن يهزمنا يستطيع أن يكسر عزائمنا في لبنان أو في فلسطين تحديدا في غزة فهو واهم كل هذه البربرية ستزيد من العزيمة وكل طفل فقد والدا عزيزا في فلسطين أو في لبنان سيصبح مقاوما بلا شك لهذا العدو الذي سيهزم عاجلا أم آجلا فرح وربيع لن يغادرانا مطلقا باقيا معنا هنا في الميادين في كل الأروقة في كل الزوايا التي تشهد على سنوات أمضوها هنا معنا بين زملائهم بين رفاقهم هم سيبقون ينبضون بالحياة حياة العزة وحياة الفخر هذا الفخر الذي سنضعه وسام على صدورنا جميعا في قناة الميادين نشكر كل الذين واسونا منذ اللحظة الأولى لمعرفتهم هذا الخبر المفجع باغتيال الشهيدين الصحفيين فرح عمر وربيع المعماري حقيقة العشرات والمئات توافدوا منذ اللحظات الأولى إلى قناة الميادين وأنتم تشاهدون الآن هذه الحشود الغفيرة في باحة قناة الميادين ولكن منذ يوم أمس بدأت هذه الحشود تتوافد إلى القناة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس مئات البيانات صدرت والرسائل صدرت ووجهت إلى قناة الميادين من شخصيات ومؤسسات حكومية واجتماعية وصحفية ورسمية وغير رسمية كلها تعبر عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء الغاشم وتضامنها مع قناة الميادين والآن كما نتابع جثماني الشهيدين الآن بالتتابع سيجوبان الآن في ساحة الميادين وسط تصفيق ووداع الحاضرين هنا من الزملاء ومن الصحفيين ومن وفود رسمية وغير رسمية سيغادران إلى مثواهما الأخير ربيع إلى روضة الشهيدين في بيروت وفرح إلى بلدتها مشغرة التي ستودعها أيضا
عند الساعة الثالثة بعد ظهر هذا اليوم بتوقيت بيروت وبتوقيت القدس المحتلة، هذا التوقيت الذي تسير عليه قناة الميادين منذ انطلاقتها، توقيت القدس المحتلة. وقد استشهد الزميلان بتوقيت القدس المحتلة وعلى طريق القدس. وداعا ربيع، وداعا فرح. ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا. وقضينا شهيدينا فرح وربيع، ولكن أيضا نلفت يعني الانتباه أيضا إلى أن حسين عقيل، الشهيد حسين عقيل المدني الذي أيضا أصبح من أسرة الميادين وكان برفقة شهيدينا فرح وعمر يشيع في هذه اللحظات. كل الرحمة لأرواح شهدائنا الثلاثة حسين وفرح وعمر. مشاهدينا الكرام، في لحظة الوداع ربما ينبغي أن تكون كل الكلمات هي كلمات عاطفية، ولكن لابد أيضا من كلمات أخرى لنضع النقاط على الحروف. لابد من أن يفهم العالم أجمع بأن من شجع إسرائيل على ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، ونحن تخطينا الآن أكثر من 15,000 شهيد في قطاع غزة، جلهم من الأطفال والنساء، من الأطفال الخدج وأطفال حديثي الولادة، من الأبرياء، حيث تقصف إسرائيل كل شيء، تقصف المستشفيات، تقصف وتحاصر المستشفيات أيضا، وتهجر تهجيرا قسريا أهالي شمال قطاع غزة، تقصف الوسط والجنوب وتقضي على كل شيء في القطاع، تقصف جنوب لبنان، تستهدف المدنيين بالرغم من أن المقاومة الإسلامية في يعني ردها على الجرائم الإسرائيلية في الحقيقة لا تستهدف إلا العسكريين، وهذا واضح من الصور التي يتم نشرها من قبل المقاومة الإسلامية، وأيضا
من البيانات الصادرة وكذلك حتى من داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، كل وسائل الإعلام تشير إلى هذا الموضوع، ولكن الاحتلال عاجزا مشاهدينا الكرام يقصف المدنيين لأنه لا يحقق أي شيء على أرض الواقع، لا يقدم أي إنجاز على أرض الواقع. نحن نتحدث عن قرابة شهرين إلا قليل، إلا عدد من الأيام في الحقيقة على هذه الحرب الوحشية والبربرية، ولكنه إلى الآن لا يقدم أي إنجاز، لا للجبهات الداخلية ولا للرأي العام العالمي الذي بدأ ينقلب ضده بسبب ضعف هذه الرواية الإسرائيلية، بالرغم من مليارات الدولارات التي تصرف على هذه الرواية. لذلك هو بدأ ينتقم، وهو منذ اللحظة الأولى مشاهدينا ينتقم من الأطفال ومن الأبرياء ومن الصحفيين. وبالمناسبة في هذه اللحظات الأليمة ونحن نودع شهيدينا فرح وربيع وأيضا الزميل المدني حسين، لا بد من الإشارة إلى العشرات الصحفيين الذين ارتقوا شهداء في غزة وكذلك في لبنان. كان يعني هناك الشهيد عصام عبد الله مصور وكالة رويترز، منذ بداية هذه الحرب بعد أيام قليلة تم استهدافه أيضا بشكل مباشر من الطائرات الحربية الإسرائيلية. لذلك لا بد أن نستذكر في هذه اللحظات كل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة. هذه المعركة هي معركة الحق، معركة الحقيقة التي يريد أن يطمسها الاحتلال الإسرائيلي. عشرات الشهداء في قطاع غزة، أيضا نحن نتحدث ربما عن المئات من الصحفيين الذين يعني فقدوا أعزة، فقدوا آباء، فقدوا أولاد، فقدوا أسر بكاملها داخل قطاع غزة. نوجه لهم كل المواساة والتعازي لهذا الفقد، وأيضا كل الذين استشهدوا من الصحفيين على هذا الدرب، في على درب القضية الفلسطينية، في مواجهة هذا العدو الغاشم وكشف حقيقته وبربريته. وأيضا هنا يعني نقدم كل المواساة لجميع الذين فقدوا أحبة وأعزة من المدنيين وغير المدنيين في فلسطين المحتلة وكذلك في لبنان. ستبقى هذه الصورة تكشف هذا الواقع البربري للعدو الإسرائيلي، ويبقى هذا الميكروفون أيضا يصدح بهذا الصوت العالي. حتى لو كان العالم أجمع، ولا أتحدث هنا عن الرأي العام العالمي الذي بدأ يكتشف الحقيقة الوحشية لهذا الكيان مشاهدينا الكرام، إنما أتحدث عن الحكومات، لا سيما الحكومات الغربية تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذا الكيان بالأسلحة، بالمال، بالعتاد، بكل شيء، بكل شيء. حتى أنها مع بداية هذه الحرب وجهت أساطيلها، وجهت أيضا غواصة نووية إلى المنطقة، وجهت الآلاف من القوات الخاصة لدعم إسرائيل ولإنقاذ إسرائيل، لأنها تدرك بأن إسرائيل الآن في لحظة حرجة ولحظة مصيرية ولحظة تاريخية، وبأن هزيمتها ستكون هزيمة مدوية. وإلا ما الداعي لإرسال كل هذه الأساطيل وكل هذه الأسلحة منذ اللحظة الأولى؟ في الحقيقة هذا هو الدافع الوحيد لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بما قامت به، وليس فقط هذا الدعم، إنما التغطية على كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم. لا تحرك ساكنا الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين وبحق الصحفيين. لذلك مشاهدينا الكرام والأعزاء، الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كاملة أيضا عن هذه الجرائم الإسرائيلية، وتتحمل مسؤولية عن استشهاد زميلينا العزيزين فرح عمر وربيع المعماري، وأيضا الشهيد المدني حسين الذي استشهد برفقتهما
في جنوب لبنان، وهم كانوا يؤدون مهمتهم الإعلامية بنقل الحقيقة وبنقل الصورة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح في الميادين اليوم رائحة حسين وفرح وربيع التي امتزجت تلك الدماء الطاهرة امتزجت بتراب الجنوب من الشمال ومن البقاع الغربي ومن الجنوب امتزجت دماؤهم سوياً في تراب الجنوب وذلك من أجل إيصال الصورة ومن أجل إيصال صورة جبهة المقاومة إسرائيل حاولت أن تعتدي عليهم
إسرائيل حاولت أن تسكت صوت الميادين، أن تسكت صوت الصحفيين في تلك الجبهة، لكنهم اليوم سيغيبون جسدا وليس روحا. الميادين ودعت قبل قليل جثامين الشهداء فرح وربيع. فرح ستذهب لتوارى في مطواها الأخير في البقاع الغربي في قريتها مشغرة، ستودع بعد ظهر اليوم. وأيضا ربيع في بيروت في روضة الشهيدين سيوارى في الثرى. أيضا حسين سيكون له مراسم تشييع في سور وبعدها في قريته في الجبين أيضا في جنوب لبنان، في ذلك القطاع الذي استشهدوا فيه جميعا. ارتقوا شهداء، استهدفتهم الآلة العدوانية، آلة القتل الإسرائيلية، آلة الإبادة، استهدفتهم في محاولة لإسكات أصواتهم، في محاولة لتكميم الأفواه وعدم إيصال صوت المقاومة، عدم إيصال صورة الاعتداءات الإسرائيلية متوالية على المدنيين، على الصحفيين، على البيوت الآمنة، على السيارات الآمنة، على القرى الآمنة، في محاولة لتهجير الجنوبيين وإسكات صوتهم ومنعهم من مقاومة الاحتلال. لكن الصحفيين والمدنيين والجنوبيين صامدون في أرضهم. الصحفيون، صحفيون ميادين، يصرون اليوم أكثر من أي وقت مضى على متابعة هذا المسير الذي بدأته الميادين منذ 12 عاماً. ربيع بدأ هذه المسيرة مع الميادين، لم تنتهي مسيرته بالأمس، بل سيكمل في هذه المسيرة. جسده غاب لكن روحه باقية. هنا بين جدران الميادين سيبقى ربيع حاضراً، حاضراً بكاميرته، بصورته، بابتسامته الجميلة، أيضاً فرح تلك الجميلة الشجاعة القوية التي ارتقت بالأمس، التي سقطت واختلطت دماؤها بالأمس بتراب الجنوب. هي بنت البقاع، هي الصبية الجميلة القوية التي كانت يعني تريد بكل جهدها إيصال صورتها من الجنوب. أصرت أن تكون صورة المقاومة وصوتها، وستتابع ذلك حتى لو أراد الاحتلال الإسرائيلي تغييبها جسداً. هنا في باحة الميادين التي شهدت بالأمس وفوداً، وتستمر هذه الوفود بالحج هنا إلى هذه الباحة للتضامن مع الميادين والوقوف إلى جانبها في هذا المصاب، في هذا المصاب الذي هو شرف على صدر الميادين، هو وسام الشهادة، هذه الشهادة التي كللت بها الميادين بعد تغطية منذ 8 أكتوبر، منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. مراسلو الميادين في جميع الجبهات، في جميع القطاعات، من الشرق إلى الغرب، في القطاع الشرقي وفي القطاع الأوسط وفي القطاع الغربي، يجولون ويحاولون ويتابعون إيصال الصوت. لا يخافون من طائرات الاستطلاع التي لا تغيب عن سماء الجنوب، لا يخافون أصوات المدافع وأصوات الطائرات وأصوات الغدر، ولا يخافون بعد كل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين ومن سبقهم. الاعتداءات على الصحفيين لم تبدأ بفرح وربيع، بدأت يعني هذا الأمر معهود عند العدو الإسرائيلي، لكن في هذه المعركة بالذات كان هناك استهداف مباشر للصحفيين. قبلها عند جولة الصحفيين حاولت ترهيبهم، لكن أصواتهم لم تخفت، بالعكس على صوت الصحفيين، على صوت صحفيي الميادين بالذات التي استهدفتها آلة القتل الإسرائيلية بشكل مباشر. حاولت إسكات صوت الميادين بإسكات صوت فرح وصورتها، وبمحاولة إسقاط الميكروفون من يدها، وبمحاولة تدمير الكاميرات لعدم إيصال الصورة. لكن صورة جبهة المقاومة ستظل حاضرة، سنظل في الميادين، سنظل نحاول إيصال الصورة، سنظل نصور الجنوبيين الصامدين في أرضهم على خط الدفاع الأول. في كل قرى الجنوب شهدنا جنوبيين صامدين في أرضهم، رأينا الشباب المقاوم، رأينا الجنوبيين الصامدين، رأينا الشيوخ، الأطفال ثابتون في أرضهم، يحاولون الدفاع على طريقتهم عن لبنان، ويحاولون الوقوف إلى جانب غزة كما وقفت فرح وكما وقف ربيع وكما وقف حسين. هم يتابعون الآن، هم يكللون هذا الجهد اليوم بهذه الشهادة العظيمة، هذه الشهادة المباركة.
لن تسكت أقلام الميادين، لن تسكت أصواتها، بالعكس على صوت الميادين أكثر فأكثر، يعلو صوت الميادين في كل يوم وفي كل تهديد أكثر فأكثر. حاولوا ترهيبها وإسكاتها في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية، لكن محاولاتهم دائما ما ستكون فاشلة، ستبوء بالفشل دائما. مراسلو الميادين، صحفيوها، سينتشرون في جميع أصقاع الأرض لإيصال صوت القضية الفلسطينية، القضية الأعظم في هذه الآونة، القضية الفلسطينية. الاعتداءات الإسرائيلية سنستمر في نقل صورتها على غزة، على فلسطين وعلى لبنان وعلى المدنيين وعلى الآمنين في بيوتهم. صحفيو الميادين سيتابعون نقل هذه الصورة من الحدود مباشرة كما فعلوا بالأمس، كما فعلوا منذ 44 يوما. لن يسكتوا، هم عبروا عن ذلك بالأمس. الزميل علي مرتضى ذهب إلى مكان الاستهداف الغاشم، إلى مكان ما قتلت فرح وعمر بدم بارد. نقل الصورة، أرانا كيف كان استهدافا بدم بارد، كيف كان اعتداء غاشما غادرا عليهم. هم لم يفعلوا شيئا سوى رفع الكاميرا والمايكروفون، لم يكونوا يحملوا سلاحا، بل هم أرادوا إسقاط الصوت، إسكات هذه الأصوات. الصوت والصورة تخيفهم أكثر بكثير من السلاح، لكنهم لن ينجحوا بذلك. معنا هنا المحلل السياسي طارق عبود. نعم، أنت هنا للتضامن مع الميادين. هو مصاب صحيح، نحن ندرف الدموع اليوم، لكن الفخر والمجد هو الأقوى لدينا اليوم. ماذا تقول؟ طبعا بالبداية كل العزاء لأسرة الميادين باستشهاد الصحفيين فرح وعلي، ولكن الشهادة أو الموت هو ليس نهاية الطريق. ما أراده الإسرائيليون بقتل الصحفيين وقتل الشهيد عصام عبد الله في بداية الحرب هو كان هدفه إسكات كلمة الحق ومنع وصول الصورة والكلمة الحرة للعالم، لأن دولة إسرائيل أيضا بين مزدوجين هي عاشت على كذبة عمرها 75 عاما، وتريد أن يستمر هذا العالم في الكذب وفي تغطية الحقيقة. كانت رسالة الشهيدين ورسالة كل الصحفيين ورسالة الإعلام ورسالة الميادين في البداية هي نقل هذه الحقيقة رغم كل الآلام ورغم كل الجراح والتضحيات التي قد تكون أو تعترض نقل هذه الصورة في للوصول إلى الكلمة الحرة. كل العزاء للشهيدين، ونحن نعزي أهلهما أيضا، ومستمرون في هذه في قول الكلمة الحرة ونقل الصورة الحقيقية لهذه الإبادة الجماعية التي تحصل في قطاع غزة وفي كل المناسبات والاستحقاقات القادمة أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، تتابع الميادين استقبال الوفود المعزية بالشهداء، شهداء الميادين فرح وربيع وحسين. تغص الميادين ومياديننا بكل المعزين وبكل الزملاء الإعلاميين والشخصيات والأحزاب والمحبين الذين قدموا ليقفوا إلى جانب الميادين. الشيخ ماهر حمود رئيس علماء اتحاد المقاومة كان صلى على جثماني شهيدينا فرح وربيع قبل قليل، قبل أن يتم الحشد ويصار بعدها إلى مواراتهم في الثرى، ليصار بعدها إلى مواراتهم في الثرى في قراهم، فرح في مشغرة وربيع أيضا في روضة الشهيدين في بيروت. جثمان العزيزة فرح سيكون عند الساعة 3 سيوارى في الثرى في مسقط رأسها في مشغرة في البقاع الغربي، وربيع إلى روضة الشهيدين في بيروت، وحسين ستقام له مراسم تشييع في سور جنوب لبنان ثم قريته الجبين.
معنا الآن إذن المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية الأستاذ رفيق شلالة. أستاذ رفيق، شكرا لك على مواساتك وتعزيك في الميادين. ماذا تقول إذا استهداف الغاشم للمدنيين والعدوان الغادر؟ صباح الخير والعوض بسلامتكم لأسرة الميادين ولكل الإعلاميين اللي اليوم مرة ثانية ضربهم الحزن والأسف والألم لاستشهاد اثنين من زملائنا الأعزاء. لو ما في تأثير كبير اللي كانوا عم بيقوموا فيه زملائنا الإعلاميين على لكشف كل يعني الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، لو ما كان في تأثير كبير لهالشيء ما كان استهدف الإعلاميين زميل الحبيبي والمصور العزيز اللي عرفتهم أنا لما كانوا يترددوا على القصر الجمهوري لتغطية نشاطات الرئيس قبل أن يحصل طبعا الفراغ. الدور اللي عم بيلعبوا الإعلام بفضح الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات اللي عم بيعملها العدو الإسرائيلي أكيد عم بيزعجهم، عم بيزعج القيادة العدو، ولذلك عم بتركز على الإعلام من مدي زميلنا عصام برويترز، وقبلا استهدفوا تجمع الصحفيين اللي كانوا من كم يوم عم بيعملوا جولة، ومبارح زميلتنا الحبيبة وزميلنا ربيع. يعني هيدا بأكد أولا، يمكن مش بحاجة لنأكد قديش الإسرائيلية عندهم نوعية عدوانية لأنه عم بيمارسوها، اللي بيضرب المستشفيات واللي بيضرب المدارس والملاجئ وأماكن النازحين ما رح يرحم الإعلام اللي عم بيفضح هالشي. هيدا اليوم يعني كل لبنان وكل الإعلام العربي متضامن مع الميادين ومع الدور اللي عم تقوم فيه بكشف كل الاعتداءات الإسرائيلية والقضاء على هالأكاذيب اللي عم بيروجها الإعلام الإسرائيلي، خصوصا بالكم يوم بغزة اللي عم بيعملوا الأفلام الكاذبة اللي عم بيبسوها، الأشياء اللي الملتبسة اللي عم بيحطوها، واللي صار مبارح دليل إنه لعبتهم صارت مكشوفة. وإن شاء الله بتكون استشهاد الزميلين الزميل الحبيبي والربيع، إن شاء الله بيكون استشهادهم يعطي ويزهر يعني نصر وكشف لكل الحقائق اللي صار لازم بقى تنكشف، والرأي العام العالمي اللي مغمض عينيه وما بده يشوف بعتقد ما بقى يقدر يكفي بهالطريقة. أستاذ شلالة شكرا جزيلا لك. إذن هذه الشهادة التي نالها الزملاء ربيع وفرح وأيضا حسين هي تدل على قوة تأثير الميادين وإيجاعهم للعدو الإسرائيلي، فأرادوا إسكاته، أرادوا إسكات الميادين، أرادوا إسكات صحفييها. السردية التي ترويها الميادين عن الاحتلال الإسرائيلي، عن العدو الإسرائيلي توجعهم بقوة، فأرادوا الانتقام وتكميم الأفواه، لكن ذلك لن يحصل ولم يحصل سابقا ولن يحصل في المستقبل. مراسلون ميادين في جميع أنحاء الجنوب اللبناني سيتابعون إيصال صوتهم، سيتابعون خروجهم بشكل بالبث المباشر، سيتابعون تصوير تدمير المقاومة لمواقع العدو بشكل مباشر. كاميرا مصوري الميادين ستتابع إيصال هذه الصورة، مراسلو الميادين سيستمرون بالكلام وبرفع الصوت، الميادين ستستمر برفع الصوت. لن يخاف مراسلو الميادين لا على هذه الحدود في هذه الجبهة ولا في داخل فلسطين المحتلة ولا في داخل غزة، لن يخافوا آلة الغدر وآلة القتل الإسرائيلية المتماهية والمتوازية مع آلة موازية من الإعلام الموازي الصهيوني الذي يحاول تغييب هذا التكميم للأفواه الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والغرب. إذن تستمر باحة الميادين في استقبال المعزين وفي استقبال الوفود. آه
إذن تستمر الوفود في المجيء معزية في الميادين. سيدي الكريم، أنت معنا هنا متضامنا مع الميادين في هذا النهار. اليوم صباح حزين على الميادين وعلى لبنان وعلى الصحافة، ماذا تقول أنت متضامن اليوم؟ لا شك هو تعزينا المشترك اليوم. بهذه المناسبة أود أن أبدأ بتقديم أحر التعازي لمدير الميادين، مدير العام الميادين، وأيضا للطاقم العامل الذي يقاوم بالكلمة والأداء والفكر وبنقل الخبر الصحيح. تعودنا نحن لم نفاجأ بما قامت به دولة الإرهاب الإسرائيلية وجيشها من خلال تعمد قتل استهداف إعلاميين هما شهيدان، فرح عمرو وأيضا ربيع معماري. دولة الإرهاب الإسرائيلية هذه هو سلوكها، تريد أن تخمد صوت الحق والحقيقة. هي يزعجها صوت الميادين على اعتبار أن هذا الصوت امتد على مسافة العالم العربي ككل وانتقل إلى القارات الأخرى وهم يتابعون ما يجري على الأرض. الميادين كانت فعلا هي تنقل الخبر الصادق والحقيقة الصادقة، لذلك العدو الإسرائيلي لا يريد، لا يتقبل الكلمة الحرة ولا يتقبل الحقيقة، لذلك استهدف ما استهدف. نحن نقول أن هذه دولة العدوان هذه مهما فعلت لا تستطيع مطلقا أن تخمد إرادة المقاومين الأحرار، أكانوا مقاومين بالكلمة أو مقاومين في ميدان القتال. هذا هو الطريق الذي سيسيرون عليه وسنستمر عليه. هناك شعب وهناك حق وهناك أرض. هذه الدولة التي اغتصبت أرضاً منذ 48 لا تعرف إلا لغة القوة، سلوكها سلوك حرب، لغتها لغة حرب، وأيضاً ممارساتها وعنصريتها وكل شيء فيها مبني على الإرهاب، مبني على الظلم، مبني على التعسف. لا بد من الحقيقة في نهاية الأمر أن تنتصر، ولا بد للمقاومين، كل المقاومين أكانوا في لبنان أو كانوا في سوريا أو كانوا في فلسطين، هؤلاء هم في نهاية الأمر سيحققون المبتغى للشعوب من أجل تحرير الأرض من الاحتلال ومن المحتلين. شكرا جزيلا لك وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور. إذا تتابع الوفود القدوم لباحة الميادين كما بالأمس، كما أضيئت الشموع بالأمس لراحة نفوس شهدائنا الأعزاء. كان هناك وقفة تضامنية بالأمس في المساء وتستمر هذه الوقفة ويستمر الوفود المعزون. يعني سادتي الكرام، أنتم هنا أيضا للمشاركة في هذا التضامن مع الميادين والوقوف إلى جانبها، ماذا تقول؟ في حضرة الشهداء والشهادة تسمو العواطف الوطنية والإنسانية وتتفاعل، وفي حضرة شهيدينا، شهيدي قناة الميادين، شهيدي الشعب الفلسطيني، شهيدي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شهيدي غزة والضفة والقدس، شهيدي المقاومة حيثما كانت، ننحني إجلالا وتقديرا لعظمة هذين الشهيدين. ونحن نقول هنا بأن الميادين حاولوا إسكات صوتها فمنعوها من البث في فلسطين، وحاولوا إسكات صوتها فاستهدفوها بشهيدين الإعلاميين في جنوب لبنان، لكننا نقول بأن المقاومة متواصلة ومستمرة، وأن الميادين باقية، وسوف لن تثنيها كل محاولات إسكاتها. سيكون الرد على هذه الجريمة النكراء بمزيد من الدور الإعلامي لقناة الميادين ولكل الإعلام المقاوم، وسيكون الرد على المجازر الصهيونية التي ترتكب ضد شعبنا في غزة وفي الضفة وفي القدس بمزيد من المقاومة. نحن انتصرنا في 7 أكتوبر وسننتصر في نهاية المطاف، وبدايات النصر باتت واضحة بأن انصاع الاحتلال إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار سيتمدد، وستكون النتيجة نصر لغزة وهزيمة للاحتلال على طريق دحره من أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة
كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وسنعود كل لاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها. التحية للميادين والعزاء لها ولرئيس مجلس إدارتها ولكل العاملين فيها ولعائلتي الشهيدين ولكل الإعلام المقاوم على هذا الفقد الجلل وعلى هذه الخسارة الكبرى. التحية للميادين، النصر للمقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق، هذه الجبهات المقاومة التي ستحقق نصرا مؤزرا على هذا العدو. العدو انهزم وسينهزم وسيندحر، والنصر لنا لمقاومتنا لإعلامنا وفي مقدمته إعلام الميادين الميمون. شكرا جزيلا لك. إذا شهداؤنا أيضا هم على طريق القدس، أرادوا قتل فرح ومستقبلها، لكنها واجهتهم بأنها أصبحت أيقونة، أصبحت رمزا للكفاح، رمزا للجهاد، رمزا للمقاومة. هي ما زالت تقاوم حتى لو غاب جسدها، روحها اليوم تقاوم. ربيع أيضا حاولوا تكسير كاميرته وإحراقها وتغييب جسده، لكنه حاضر أكثر من أي وقت مضى، صورته ظهرت أكثر من أي وقت مضى. هم ما زالت صورتهم على الهواء، التقارير التي صورتها كاميراتهم ما زالت على الهواء، الصورة التي أرادوا إيصالها عن الجنوب ما زالت على الهواء، وستبث أكثر، وسيرتفع صوت الميادين أكثر، وسيعلو أكثر، سيعلو أعلى من صوت طائرات الاستطلاع التي لا تنفك، تحلق في سماء الجنوب، تهدد الجنوبيين، تهدد الصحفيين، تهدد المدنيين، تهدد من أتوا ليوصلوا كلمتهم، من أتوا لينقلوا الصورة، من أتوا لنقل صورة الثابتين في أرضهم في بيوتهم. فرح وغيرها من المراسلين، وأنا أيضا، جلنا في الجنوب ورأينا هذا الصمود، رأينا على خط الدفاع الأول في القرى الحدودية اللصيقة بالحدود، رأينا من تشبثوا بأرضهم، من أصروا على الثبات في أرضهم. هم لا يخافون إسرائيل، لم يخافوها قبلا، لم يخافوها في حرب تموز، لم يخافوها في الاعتداءات الماضية، وهم لم يخافوها اليوم ولن يخافوها. الكثيرون من دون مبالغة هم موجودون في أرضهم في بيوتهم، وحتى يقومون بحصد أراضيهم، بحصد المحاصيل، محاصيل الزيتون. هم ثابتون في أرضهم كما صحفيي الميادين الذين سيبقون بإذن الله ثابتين في أرضهم. نعم ألا. نعم فاطمة، كل الشكر لك. وبالطبع نحن مستمرون في هذه التغطية، مستمرون من أجل فرح الشجاعة القوية الجميلة، مستمرون من أجل ربيع المقدام المجتهد الشجاع. ينضم إلينا الآن زميل حسان الرفاعي الذي واكب موكب التشييع في طريقه نحو الضاحية الجنوبية. حسان تفضل. حسان الرفاعي، هل تسمعني؟ نعم إني أسمعك. وصلنا في هذه الأثناء موكب الشهيدين فرح عمر وربيع معماري إلى المنطقة التي ولد فيها الزميل ربيع كي تلقي والدته نظرة الوداع عليه. خرج أبناء المنطقة لوداع ربيع، هناك إصرار بأنهم يريدون إخراج نعش ربيع لحمله على الأكتاف. يطلب إليهم أن لا يطول هذا الأمر، لكن والدة ربيع هنا بانتظار وصوله لإلقاء نظرة الوداع عليه. الأعداد الغفيرة التي خرجت إلى الشارع، هؤلاء أصدقاء ربيع وأهل ربيع، يطلبون أن يسمح لهم بحمله على الأكوف. أنا بحاج
تدخل في هذه الأثناء سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان ربيع الشهيد ربيع معماري إلى الشارع الذي يقع فيه منزل ذويه. 6000 حرمي ناطر الشهيد. هل هتحجبة؟ خلاص عجام حبيبي خلاص خلاص. عائلة ربيع، أصدقاء ربيع، الجميع حضر لوداع ربيع. ربيع الذي كان هو وفرح ينقلون الخبر، باتوا هم الخبر اليوم. رفعت صور لربيع ولفرح في الشارع. حش ربيع على وقع الأهازيج ونثر الأرز. هي لحظات معبرة جدا. ترتفع الهتافات بينما ينثر الأرز. في هذه اللحظات تخوننا الكلمات. نبحث عما يمكن قوله. اقتربت والدة ربيع وزوجته الزميلة منال جعفر. لم أتمكن من سماع ما تقولين. والدة ربيع العودة. سنعود لمواكبة خروج نهج ربيع. شارع الذي ولد فيه وتفرح فيه. كيفما استدرنا الوجوه هنا فخورة لكنها حزينة. هو الذي يطلق عليه لقب صاحب القلب الطيب. تعود السيارة التي تحمل جثمان الشهيد ربيع أوقفت مرة أخرى الإسعاف التي تحمل جثمان الشهيد ربيع. طلبت والدته أن يسمح لها أن تقترب لتوديع ربيع. خلي عرب شوي يعود موكب تشييع الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع معماري إلى التحرك مجددا باتجاه روضة الحوراء زينب.
لتشييعهما إلى مثواهما، ربيع لتشييعه إلى مثواه الأخير، فيما ينقل جثمان الزميلة فرح عمر إلى مسقط رأسها مشغرة لتوارى في الثرى. لا يمكن وصف حالة التأثر التي شهدتها المنطقة لدى دخول الموكب. حتى اللحظة لا تزال الحشود الغفيرة تغلق الشارع، ليس عن قصد إلا أنهم يصرون على وداع ربيع. الموكب الذي كان مؤلف من عشرات السيارات من زملاء وأصدقاء ربيع الذي انطلق من قناة الميادين بات أكبر بكثير مع انضمام أبناء المنطقة وعائلة ربيع إليه. نتجه في هذه الأثناء بعد تحرك الموكب من جديد كما قلنا إلى روضة الحوراء زينب. هي لحظات يمتزج فيها الفخر مع الحزن. هؤلاء الزملاء الأصدقاء الذين أصروا على العودة إلى الجنوب، فرح أصرت عدة مرات بأنها تريد العودة إلى الجنوب، فيما كان يؤكد ربيع بأن لا عمل لديه خارج الجنوب. يجوب الموكب في هذه الأثناء شوارع ضاحية بيروت الجنوبية. على أن ينفصل الموكبين، موكب الشهيد ربيع وموكب الشهيدة فرح، الأول إلى روضة الحوراء زينب، فيما ينقل جثمان الزميلة فرح عمر إلى مسقط رأسها في مشغرة، حيث أيضا يقام مأتم جماهيري. كما هو واضح بعدسة الزميل فالديمار بحري، هو موكب مهيب. قطعت جميع الطرق افساحا في المجال امام نقل جثمين شهداء قناة الميادين
الزميلة فرح عمر والزميلة بيع معماري من القناة حيث صلي على جثمانيهما باتجاه منزل ذوي الزميلة بيع معماري يخرج أهالي المناطق التي نمر بها لإلقاء نظرة الوداع عليهم على فرح وربيع المقاومة حاضرة وتواجه جيش الاحتلال بالإضافة إلى وجودهما على الأرض مع باقي الزملاء وهي أيضا رسالة مقاومة كما قال الزميل علي مرتضى يوم أمس لن نغادر هذه الأرض مهما فعلوا الزميلة فرح عمر التي انضمت إلى قناة الميادين منذ ما يقارب السنتين هي التي تخرجت حاملة شهادة الصحافة التي عملت دون تعب على مدى أسابيع وأشهر لم يكن هناك شيء يصعب على فرح كان لي شرف أن أكون زميل فرح في مكتب بيروت في قناة الميادين عاينا قوة فرح وصلابة فرح إصرار فرح على العمل على نقل الصورة على نقل الرسائل على أن تكون صوت الناس هي التي لم تكل ولم تمل يوما لم تضعف حتى في أصعب اللحظات قد نقول أنها أنا فرح اسم على مسمى فرح التي كانت تحمل البسمة كيفما استدارت داخل قناة الميادين أما الزميل ربيع فربيع الذي بدأ مع انطلاقة قناة الميادين ربيع الذي كان سلاحه هو الكاميرا ربيع المندفع الشجاع الذي لم يخش يوما أي تغطية ربيع الذي كان دافعا لزملائه من المراسلين والمراسلات لعل أكثر ما قيل في ربيع خلال الأيام الماضية صاحب القلب الطيب ربيع الذي كان يحمل الكاميرا يبحث عن لقطة يبحث دائما عن تميز قناة الميادين كان يقول بأن الجميع يحملون كاميرات إلا أن كاميرا الميادين يجب دائما أن تأتي باللقطة الأصدق وباللقطة الأجمل ربيع الذي أصر على العودة إلى ساحة الجنوب
عاد إلى بيروت لبضعة أيام استراح فيها استراح وهو يعمل بيننا يتابع عن كثب كل ما يجري يرافقنا في المهمات لتصوير المقابلات وتغطية النشاطات والوقفات التضامنية مع غزة هاتفه لم يسقط للحظة من يده وهو يتابع ما يجري على أرض الجنوب كنا نقول له أنه وقت الاستراحة يا ربيع لتعود كان يقول أن لا وقت للاستراحة الآن هو وقتنا الآن نؤدي رسالتنا الآن دورنا ربيع الذي اعتبر كاميرته السلاح الأمضى بوجه الاحتلال الذي كان يطلب كلما كان هناك حادثة أو نشاط في الجنوب أن يكون هو الذي يخرج ليواكب ربيع ابن الجنوب الذي ابن الشمال ابن طرابلس الذي حفظ الجنوب عن ظهر قلب قطع القطاعات المختلفة والقرى المختلفة ترافقا معا فرح وربيع كانت الابتسامة لا تفارق محياهما عندما كانا يستعدان للتوجه جنوبا كلمة دائمة التي كانا يجيبان بها الله بيحمي الله بيحمي أما فرح التي كانت تقول عندما يحين الوقت سيأتي ما تخشون منه ولا يمكن أن نفعل شيئا لا تزال السيارات التي تحمل نعوش شهداء الميادين تجوب شوارع ضاحية بيروت الجنوبية باتجاه روضة الحوراء زينب عائلتي فرح وربيع ترافقان هذا الموكب بالإضافة إلى عدد من الشخصيات والنواب وموظفي قناة الميادين زملاء الأبطال فرح وربيع يأتي استهداف الزميلين بعدما أوجعت الميادين الاحتلال بعدما حاول أن يفعل كل ما بوسعه لإسكات الميادين لأن صوت الميادين كان أكبر منه وأكبر من محاولاته